الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الآن عندنا الانحراف المتوسط للبيانات المبوبة. طيب، القانون كالتالي: زاد عندنا الإف هذا دلالة تكرار الفئة، تمام؟ هذا الإف. الإكس عليها الشرطة، هذه المتوسط قد شرحنا، والمتوسط في الأشياء المبوبة شرحناه في المقطع الثاني على ما أظن. الإكس هذه مركز الفئة، عرفنا كمان في المقاطع السابقة كيف نطلع هذه الأشياء، كل المقاطع تمشي تبعا للمقاطع اللي قبلها. طيب، وهذا المجموع، بعدين هنا عندنا الإن العدد. طيب، عدد التكرار أو العدد اللي معطينا هو في المسألة. المسألة كالتالي، سيبك من هذا الجدول، يقول لك أحسب الانحراف المتوسط للإنفاق الشهري لعدد 40 أسرة بألف ريال. طيب، الفئات أعطاني هي، تمام، التكرار أعطاني هو. الآن سوي هذا الجدول، تمام، شوف هو إيش يبغى مني: متوسط، ويبغى مني مركز الفئة، ويبغى مني تكرار الفئة. فهذا الجدول عبارة عن الفئات زي ما هو هنا، والتكرار زي ما هو هنا، يرمز عليه بالإف، يعني الإف عندنا موجودة. بعدين مركز الفئة اللي هي الإكس، هذه ما هي عندنا. بعدين عندنا الإكس في الإف اللي هي هنا، الإف التكرار مضروب في مركز الفئة، هنا الناتج. بعدين الوسط الحسابي هذا، تمام، المتوسط شرحه في المقطع الأول وشرحه في المقطع الثاني على ما أظن للجداول المبوبة كيف نجيب هذا الإكس. طيب، بعدين عندنا العمودين وبينهم مركز الفئة ناقص الوسط الحسابي، تمام، هنا مطلق، يعني أي رقم بالسالب حنحوله بالموجب. بعدين عندنا هذا كامل اللي هو المضروب في الإف اللي هي الإف، إنها عندنا التكرار. فكذا نخلص من هذه. بعدين ناخذ المجموع حق اللي هنا، بعدين الإن اللي هي عدد التكرارات أو عدد الأسر. طيب، الآن هي عدد التكرار. طيب، الآن نبدأ مركز الفئة. مركز الفئة كما تعلمنا إنه هذه الفئة عندنا نجمعها ونقسمها على اثنين رقم ثابت، تجمع الفئة وتقسمها على اثنين. فعندنا هنا سبعة ناقص قسمة اثنين ثلاثة ونص، مركز الفئة للفئة هذه ثلاثة ونص. بعد كذا عندنا هذه الفئة، تمام، 13 قسمة 2 ستة ونص، هذه مركز الفئة، وهكذا. بعد ما طلعنا مركز الفئة، تمام، الآن الإكس مضروب في الإف، هذا الإكس مركز الفئة، وهذا التكرار الإف يرمز له بالإف زي ما قلنا هنا، هذا التكرار ومركز الفئة الإكس، هذا مضروب في هذا، واحد مضروب في 3.2 ويلا تضرب هذا في هذا وهذا في هذا، طلع النواتج. طيب، بعد ما طلعنا النواتج، الآن الوسط الحسابي. لو نفتكر الوسط الحسابي في المقطع الثاني، إنه ناخذ مجموع ضرب مركز الفئة في التكرار على عدد التكرار. فعندنا هنا المجموع، حاصل مجموع ضرب الإف في الإكس، أريد أنا طلعته 427.7، تمام. الآن نطبق القانون حق الوسط الحسابي، نقول له مجموع كم؟ 427.7
قسمت ايش؟ الان. خلينا نكتب القانون، هذا هو القانون يا جماعة الخير، تمام. اكس على 40، تمام. خلاص عشان نقتصر في الوقت، فخلاص تبع للمقاطع الاولى حتلاقوا القوانين. طيب بعد ما حطيت المجموع، تمام، على الان اللي هي هنا عدد التكرارات 40، تمام، طلع معايا الناتج الوسط الحسابي يساوي 10.69.7. نقربها، تمام. الان الوسط الحسابي حيكون للكل هنا، فهنا حنقول له 10.7 للكل. طيب الان لاحظ الوسط الحسابي ايش؟ اكس فوق شرطة. الان يقول لك في قيمة مطلقة الاكس اللي هو يرمز عندنا بايش؟ بمركز الفئة، هنا موجود عندنا، نقصه من فين؟ من الوسط الحسابي والناتج يكون مطلق. يعني حنسوي الاكس الاول 3.2 ناقص 10.7، نكتب الناتج. وكذلك الخانة الثانية 6.5 لانها اكس ناقص الاكس اللي عليه الشرطة اللي هي الوسط الحسابي، 6.5 ناقص 10.7، تكتب هنا الوسط الحسابي طبعا الناتج للكل لكل الفئات. ويلا نبدأ نعبي هذه الخانة. طيب الآن زي ما اتفقنا النواتج هذه حتطلع لك جنبها سالفة لا حسبة أول ما تدخلها في الجدول، لأنه عندك هذه العلامة إنها مطلقة تحول السالب موجب، والرقم اللي بالموجب دايرك تكتبه بالموجب. طيب الآن بعد ما ضربنا الإكس، عفوا الإكس نقصناها من الإكس عليه الشرطة مركز الفئة من الوسط الحسابي، كتبنا الأرقام. الآن الخانة هذه إيش يقول لك؟ يقول لك الناتج اللي هنا already خلاص الإكس ناقص إكس شرطة، خلاص الناتج هذا أضرب لي هو في الإف. شوف جات الإف بعد الأشياء المطلقة، يعني برضو الناتج اللي يطلع لك هنا بالسالب حتحطه بالموجب. طيب الآن عندي هذا الرقم 7.5 مضروب في الإف، الإف حق هذه الخانة هذه 7.5 واقع على ذا الصف، حيكون عند الإف شوف في واحد، يعني حيكون هنا 7.5. الآن الخانة الثانية مجموع دي 4.2 مضروب في 8، 1.2 مضروب في 13، وهكذا 1.8 مضروب في 10 إلى النهاية، ونكتبها هنا ونجي نشوف. الآن بعد ما خلصنا هذا الشكل، تمام، نيجي نرجع للقانون حق الانحراف المتوسط للبيانات المبوبة. الآن الإكس ناقص الإكس شرطة في الإف هذا الشكل كامل موجود عندنا هنا، صح؟ خلاص يقول لك اديني مجموعة سيجما هذا الشكل، فإحنا وريدي معانا ذا الشكل. الآن نجمع هذا البيانات هذه كلها نجمعها، نيجي نكتب نفس القانون. يساوي خلاص موجود هو القانون سيجما مجموع هذا الشكل، هذا الشكل هنا عندي مجموعه اوريدي انا طلعته 113.1، تمام، على مين؟ على الان اللي هي عدد الاسر او خانة التكرار 40. كم يساوي؟ 2.827. هذا هو الانحراف المتوسط للبيانات هذه، للبيانات لأربعين أسرة بإنفاق 1000، هذا هو الانحراف المتوسط. ودمتم بخير، ولا تنسونا مصالح دعواتكم ودعمكم للقناة حتى يتم ترويجها بشكل ممتاز.